خير اكيد بطلة جديدة من برنامج نافيجيشن الجلاد واسرار اكيد، بس اسرار كالعادة يعني لازم التأخر، وراح تدش ويانا اكيد بعد الفاصل الاول، لانها هي ما شاء الله عليها يعني قاعدة ومتكية ما شاء الله عليها بالكنترول، قاعدة تشرب شاي وقهوة، ويعني يعني حبة حبة على قلبي، حبة حبة. على العموم اليوم احنا اكيد مشاهدينا كل اللي قاعد يتابعونا مثل ما قلنا لكم عودناكم نبيكم تطرشون مسجات وايد عشان تفوزون واسرع سريع. عندنا احنا اللعب ما في خسران، انت ما عليك الا ان انت تطرش مسجات وتلعب وياي وان شاء الله فاز. اليوم طبعا انا وايد متضايق وزعلان على شخص صار له يومين يجي ونقول له ليش انت ما قاعد يعني ان تبطل تلفونك او تبطل جهازك، وهو يكون عندنا توب اس ام اس ويتاخر علينا، يكون توب اس ام اس ويتاخر علينا. فشكله صراحه يعني اسرار جت واخيرا يعني مساك الله بخير. تفضل تفضل تفضل، حياك الله حياك الله. القهوه والشاي اقول طبعا اسرار القهوه والشاي ودشت على طول مدرعمه. يلا ما عليك، مرحبا طبعا كلها مدرعمه. مساء الخير مشاهدينا، مبارك عليكم الشهر وان شاء الله كان عليكم فطور كان حلو، وسوري على التاخير، كنت قاعده اشرب قهوه. لا التاخير انت تقولي لهم سوري التاخير هني مني بعد شوي راح انزف. طبعا في البدايه اقول لكم كل الشكر حق صالون لموديل يرموك، ما قصرتوا صراحه يعني كل يوم لازم اشكركم، ما راح اوفي بحقكم. وطبعا اليوم انا كذي مغيره اللبس، اليوم طبعا وحشتني شمايل ولبس شمايل، بس اليوم انا قلت خل اكسر الجو البس شيء سبورت. انزل بس وياك الجلاد. انزل نقول الو الو الو، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور طال عمرك. شخبارك؟ والله بخير ان شاء الله. طيب والله بخير طال عمرك. انت شلونك؟ روحك يطول بعمرك ان شاء الله، عسى بس متفطر عدل وما شاء الله عليك ان انت يعني باحسن حال اليوم. يا بعد راسي يا دام نشوفك على الهواء اكيد احنا بخير. يا الله تجي تحرجني، تجي تحرجني مسعيد. خلاص مسعيد انت فايز اليوم، فايز مسعيد. يا بعد عمري حبيبي يا عمري، هلا بالحب. بقول حق اسرار، قول لها كاي يمي كاي يمي علي اسرار. هلا والله عبد العزيز العنزي. منو عبد العزيز العنزي؟ شو اسمه؟ شفتك وقلتي راح تساعديني. اللي انت كنتوا موجودين وقلتوا لي نبي ندز مسجات تساعدينا. ايه جلاد انا شوف ترى والله امس وانا ماشي عشان يقولوا لنا اسرار الحين. شوف انت الحين يعني رحت حق اسرار، انا راح اخسرك بس خلاص. لا جلاد جلاد لا تكسر فيني. يستاهلون يستاهلون. انا والله قلتهم بعدين ابو سعيد، ترى انا مو ابو شيب، انا ابو جاسم محمد. ابو جاسم ابو جاسم حبيبي على راسي والله. يسلم راسك يا الحب. شوف اليوم راح تلعب معي وصحصح لي صح عشان تفوز صح يا خيي، وانا اكيد ما راح اقصر معك. ايش رايك فيني؟ فيكم الخير والبركه. بديت روحك لا تحاتي، دام ان انت معانا هني. وامس مسكت اسرار، وطبعا انا ما ارد اسرار يعني، فاسرار قالت لي محمد لا تردني، اكيد شيء اكيد انا ما راح اردها. على العموم ابيك تصحصح لي وابيك تفوز وياي، مو كذي؟ اوكي. مو تبي تلاعبني وتبي تغلبني؟ يلا وانت قدها، مو قدها ولا مو قدها؟ قدها فعليك. الله 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 انت طيب يا اخوي. يلا اسمع حبيب. بعطيك اسامي ثلاث شوارع وتعطيني ايه. مناطقهم وعلى السريع خلنا نلعب ونبي نستانس ايه. مو كذي مشيب؟ اوكي يلا. قلت لك مشيب وانت مو مشيب، انت مسعيد. ايه. يلا يلا. شارع العربي وين؟ شارع وين؟ شارع العربي بنادي حده جميل ولونه اخضر. انا مصرية مصرية مصرية. مصرية مصرية. الله عليك ما شاء الله عليك. انزين شارع رابع العدويه. يلا ما له شغل بأحمد العدوية. يلا بس أنت جاوب معي وين. كيفان خيي كيفان 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 كيفان. الله عليك ما شاء الله والله إنك صاحي. أنا قاعد أقول أنت فيك نسبة ذكاء عالية، تبغى شيء مني أنا بغشش خلاص. من غشش فليس منه. شارع عمر بن العاص. يلا قول سالمية. الله عليك والله إنك ملك. وركسوني يا جماعة. هلا الحب. شنو حبيبي قول لي؟ امر امر ما تقصر ما يمر. شنو 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 تبي؟ شنو تبي؟ كاش كاش ماني كاش ماني. والله تدري شوف انا ما راح اردك يا ابو سعيد دام انت عبد العزيز وامس يعني قايل حق اسرار وناطرها برا واسرار تقول لي تكفى لا تردني. يسلم راسك. جائزتك هي تسمع جائزتك ولا ما تبي؟ والله لو كاش ولا يرحمون. عطك كاش يستاهلون. جائزتك اسمع هلا باكر تي ان شاء الله الساعة 9 تاخذ 10 دنانير مبنى الشاهد. ايه وتاخذ من الشاهد من مبنى حولي 50 دينار كاش
وما تقصر يا عبد الرحمن حبيب، فديت روحك انطر. زائد كوبون بنت بول 3 اشهر قيمه 50 دينار، زائد 5 كوبونات خصم بنت بول، والف الف مبروك يا ابو سعيد وتستاهل خيي. حبيبي فديت روحك حبيبي. مشاهدينا طبعا علشان اخذ اتصالات وكذي واصحصح معاكم من عقب هالقهوه الحلوه، خلينا نطلع فاصل صغير 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 ونرجع نواصل وياكم. مشاهدينا من بعد هذا الفاصل واكيد معنا اتصال عشان اتصالات طبعا مني اسرار قبل لا توصل الاتصالات. انزين نبي نشكر الرعاة اللي ويانا لان احنا نسيناهم اليوم، شكر خاص حق شركه دير اندير اللي مكشختني كل يوم طبعا، وشكر خاص حق شركه الموتر، الف الف شكر حق شركه الموتر وحق شركه بيوتيتك وسبا اند هيلث، وحق اكيد يعني المصممه الجميله جدا خديجه البصمان الكويتيه اللي مشاركه ويانا بالعبي مالتها الدربه، نقول لها مشكوره وما قصرتي يا الغاليه على هالعبي الجميله هذيلي. وطبعا اسرار عندك شكر انت حق مصممه شمايل انا أكيد. شكرت في البدايه انت مصممه شمايل واكيد ما انسى لمود اليرموك. لمود اليرموك، وعشان تنزل لنا مسجات لازم تشيكون على الارقام اللي راح اقول لكم اياها وتحفظونها عدل، على الوطنيه 1521 وعلى زين 93312 وعلى فيفا 50129. دزوا حرف النون يعني دزوا مسج اليوم مشفي، دزوا مسجات وايد 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 علشان تدشون ويانا بسالفه العبي مال العبي الحلوه هذه اللي صدق يعني تشرح الصدر يعني عبي عبي يعني عباية قيمتها 95 دينار مع ملفع وشيء طيب. يا ما انتم مالكم شغل بقيمتها، شكلها واو يعني. يعني هي شوفوا هي قيمتها اكيد بشكلها لا في اشياء تكون قيمتها وايد مو بس كذي اسرار المصممه هي اساسا هي شغلها حلو، التتش مالها ما شاء الله عليها، عيني عليها بارده طبعا المصممه خديجه البصمان، ونقول لها مشكوره وما قصرتي هم ثاني مره لان العبي والعبايه مالتها شيء خطير جدا. واتوقع ان اسرار انت عرفتي وين محلها تقدرين تنوهين عنه. طبعا راح يكون محلها هو اتليه اسمه غايتي بالفروانيه يم نادي التضامن بالضبط بالشارع نفسه، راح يكون اتليه تقدرون تروحون تشوفون تصاميمها. وهم اذكركم بتصاميم شمايل اللي هي كانت هي السبونسر مالي اللي هي اللي تلبسني، تقدرون تروح لها كل ثلاثة معرضها بالضحية، بس تشيكوا على الانستغرام مالها وايد احسن عشان تاخذون الديتيلز اكثر. وحبتين ونص لوز واكيد نبي كلكم اتصالات حبايبي احلى واحلى واحلى. ونفس ما قلت لكم دزوا مسجات اليوم هدايانا حلوة، عندنا اي ميت، عندنا اشياء وايد حلوة، عندنا عبي، عندنا اشياء كذي تفرح يعني تشرح اشياء الصدر. فاذا عندنا اتصال نقول الو. ما عندنا اتصال؟ لسه ماكو اتصال. اوكي كانوا قاعد يقول على رقم الجهه في احد دقينا عليه ما رد الحين. اي طبعا ابي احب انوه على احمد فالح الرشيدي، احمد فالح الرشيدي جهازه مغلق يعني انت ما شاء الله عليك صار لك ثلاث ايام وانت من التوب اس ام اس. زين انا بفهم انت شنو نظامك يعني؟ يعني نظامك تطرش وكذي ما تبي تشارك هذا شيء ثاني، شيء راجع لك، بس انت مشكلتك ان انت بالتوب اس ام اس، يعني المفروض امس واللي قبله واللي قبله انت ماخذ لك ثلاث جوائز، بس الله يسامحك كل ما ندق عليك الجهاز مغلق او خارج منطقه التغطيه او انت منحاش او ما ادري سالفتك، فكيفك؟ فمو تجي هنا عند القناه وتشكي وتقول الو اسرار. معنا اتصال؟ الو؟ الو؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام. معنا عايده. نعم حبيبتي. صوتك مر علي عايده، متصل علينا من قبل؟ شلون يا عمري؟ مشاركه ويانا من قبل؟ مشاركه ويانا من قبل عايده؟ لا والله حبيبتي اول مره، بس انا على طول يعني اتابع برنامجكم. بعد عمري. لنا شرف صراحه. اقول لكم. قولي. بس اسمحي لي كلمه على الهواء. امري إيه حبيبتي كله لك الوقت. ما يامر عليك عدو. انا وايد معجبه ببرنامجكم. واشكركم اشكركم وايد من كل قلبي اشكركم لانكم انتم طرشتوا لي على الهواء يعني تحمدتوا لي بالسلامه متى ودعيتوا لي بان الله يقومني بالسلامه. منو زين منو معنا عشان نعرف احنا تحمدنا بالسلامه حق منو؟ وايد تحمدنا حق لا لا في اصبعي امه كانت تعبانه ومرتين دق علينا فيصل. انا طحت في المستشفى. ام فيصل ابراهيم. ام فيصل ابراهيم الله 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 صديق البرنامج. احلى تحيه حق ام فيصل ابراهيم اكيد وحق ولدها. على سلامتك خالتي. تسلمين يا عمري ان شاء الله احسن. حبيبتي والله انا يعني الحمد لله الحمد لله نشكر الله ونحمده. الحمد لله خالتي الف شيء. طبعا اسرار صار على اليوم تهبلين تسلمين من ذوقك. ورده ورده والله. تسلمين حياتي. ومحمد انت هلا. الورده والله. محمد الجلاد. هلا هلا. ما شاء الله عليك. يعني ما ادري ايش اقول لك، انت كذي كذي يعني خالتي ام فيصل ولدت فيصل ما شاء الله عليه، يعني من اجمل المتسابقين ويانا،
وفلسنا طبعا بالقناه، بس هم تستاهلون الجوائز كلها، وطبعا قناه شاهد حقكم حق اهل الطيب اكيد يستاهلون اكثر واكثر. تحملوني شويه، خذيت من وقتكم. افا انت تاخذين الوقت كله. بس انا بحب اقدم شكر حق راعي القناه الشيخ صباح لمحمد، اقدم حق المخرجه شريفه واحمد العنزي والشمري والمصورين والطاقم كله من اول الاخر. زين 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 ام فيصل، والنجدي محمد النجدي بعد يستاهل. محمد العنزي بعد؟ لا النجدي، النجدي النجدي اي وجراح السند. واللي ما اعرف اسمائهم كلهم يستاهلون. فديت روحك. يبقى تسلم، انت فايزه. وبعد ابيكم تطرشوا لي سلام حق ام احمد بدريه الشريده ومنيره الحاي. الله الله، برنامج سفرتنا يوصل لهم اكيد. احلى تحيه حق ام احمد وبدريه الشريده، ويستاهلون ويستاهلون كل خير اكيد. برنامج سفرتنا ما قصروا. خالتي قولي انت بتلعبين. نعم. لازم تفوز هذا. خالتي نعم. اول شيء طمنيني على شلون صرتي. والله الحمد لله. يعني ما قاعد تدلعين شويه؟ انا اعرف دلع الامهات. هذا اشوفكم والله تنطون القوه حياتي. خالتي يكفي صوتك واتصالك علينا. وانا بقول لك شيء صراحه، يعني انا وسوري ما راح اقدر اسالك ولا راح العبك. ابي اقول لك ان انت فزتي معي 50 دينار كاش، وفزتي معي اشتراك بنت. لحظه 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 لحظه، لا انت اعطيتيها 50 صح؟ اعطيتي. شوفي شوفي، عشان احنا اللي بنراويك ان احنا وايد طيبين مع كم فيصل. هي اعطيتك 50 دينار كاش. اسرار 50 دينار كاش. بنت بول ما اتوقع انها راح تلعب بنت بول، بس عيالها يلعبون. لحظه بعطيك عبايه. عطها عبايه من المصممه خديجه بصمان بعد 50 وعبايه تستاهلين. يا عمري مشكورين، جزاكم الله خير. تدرين ان انت اول متصله نلعب بالجوائز عشانها، نبدل بالجوائز عشانها. تستاهلين اكثر من كذي. اهم شيء صحتك، والله يخليك حق عيالك وخليك. وبعدين ام فيصل هذه يعني مشترك مميز. وانت ام فيصل طبعا مشتركنا المتميز، وغير هذا كيف منك انت دقيتي علينا اول ما يعني صرتي زينه. واجر وعافيه، وان شاء الله يعني الله لا يجيب الامراض لنا ان شاء الله يا رب. اللي ما يشكر الناس ما يشكر الله. حبيبتي خالتي يكفي اتصالك علينا وتستاهلين الجائزه. باشر تعالي خلينا نشوف ايش وانت تستلمين الجائزه. ونسلم عليك. مع السلامه. بديت روحك. تشرفتينين يا عمري حبيبتي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. الله يسلمك. طبعا جلاد يعني ودي اقول شيء صدق، شيء حلو ان انا استانس لما يدقون علينا الصغار وايد وكبار ويدقون علينا الامهات. اكيد. زين، وتحية خاصة حق متسابقة امس اسمها معالي الرشيدي، وربحت ويانا هي 50 دينار كاش اللي قالت الاحمر ما يغرز. وقالت الاحمر ما يغرز. وطبعا معالي متواجدة ويانا لكن خلف الكواليس، ويايبت لنا حلو وسوالف طيبة ومشكورة. ما قصرت يا معالي. بس يا ريت يعني لو تدخلون لنا اياها شي خلف الكواليس عشان نشوفها واحنا على الهواء، عشان نشوف شنو جابت لنا. إيه معالي اللي تقول إيه الاحمر ما يغرز. اكيد. خلينا ناخذ هالاتصال واقول الو. الو 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 نعم مساء. الو نعم، مساء الله بالخير. ليش معصبه؟ دعوه. نعم قولي هلا. اي والله مرحبا. هلا مساء. هلا والله. هلا فيك اسرار. اي هلا. اي انا يعني كذي يعني اسرار قلت لها هلا والله. يوم انا قلت لك تقولي لي الو نعم. ها خسران عيل. بس خلاص خسران. هلا فيك الغاليه، شو اخبارك؟ حياك ان شاء الله طيبه، طول لي بعمرك ان شاء الله. معاي سهام. سهام ام شيء ولا سهام بروحه؟ يا ام احمد. ام احمد شدينا. ام احمد والله الله ينعم حالك، طول لي بعمرك ان شاء الله. يا ام احمد، ام احمد اليوم صحيتي صح عشان تفوزين صح ومصحصحه صح؟ ان شاء الله. اكيد الله يجزاك خير. فديت روحك. شنو تفطرتي ام احمد اليوم؟ اشكر قناه شاهد. عساك بالخير ان شاء الله. طول بعمرك ان شاء الله. والبرنامج الحلو ممتع. انت 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 الحلوه. انت الحلوه. حلو وايد حلو. الله عليك. الله عليك. انت الحلوه والله. وايد حلو ممتع. ام احمد نعم، ابيك تلعبين معاي وابيك تصحصحين لي صح عشان تفوزين صح. اوكي ان شاء الله. تفطرتي عدل اليوم؟ اي والله الحمد لله تفطرنا. فديت روحك. الله شوربات الله الله والحمد لله وعيش ومرج. هذا القط المشاكل.